قوم الإخوان تكملة للزيارة من منطقة كهف الدنيا ومنها إلى تشارانا مرورا بالأدغال. أظن من يتعيشن إيج نحشر لحظة الإخوان زعما هو غيزان فيديو ينذي بلغ المحسنين في جميع المناطق العالم بأن فقراء كهف الدنيا يعانون في صمت المعوزين إبوبريين كهف الدنيا وازن ديز واحد وترجان ترجان الزيارة نوم في القريب العاجل. أنا بدي غوان ويا غن خزام ديس شو مهمان وقبيس صفيني يا عظيم نعم الاخوان تو غنكيش الروبورتاج اللي كهف الدنيا في بوذا موش الله يعاود اتسي موش غنكو غتشارى نرخو بحول الله باش نكمل اقوم مناظر تنشر لأول مرة غادي ديك حد فيديو الثانيتا إلا نشي نعمس. ننتقل إلى الأدغال وإلى المناطق النائية نكسي يوم الأخبار بأنه الفقراء ذي المعوزين ذي المحتاجين منطقة كهف الدنيا يعانون. تعال ننزل التهميش تعال ننزل واهم شنط المارة المرشحين سنوالو موثان الفقراء السورنا كي نغناناش منذ حلول يعني منذ الجائحة كورونا ينقل ديال دولين سن واسني يشي حد لا القفة ولا هم يحزنون ولكن إناش نشنو نقضي عبور ياس زي سيدي ربي العالمين ديال المحسنين باش نزوان في أقرب وقت ممكن في رمضان المبارك. بيست غير ديك كماري بيست الصباح مش السفور ديال المنطقه تبوذا نهار ما تقع الضغام خزنيه سنه جات كل سنه تاع الادغال تمسد صحاب العشيش ديس واصحاب العصابات سيت كنين متجالين اختصارا المسافه شك من تخص ايوا خاش نسغيني شي بقيت نجي اه سن زبره لا صافي صافي عنجا
هذا حقت زبطنا ما مروش تما كاين. لا سمعني. السلام عليكم. من الداخل هذا قعر ثان الزيتون دني تو هذا يجي الشجر الزيتون هذا يجي قع سمعت تمس لا في مغه شي تمول ايوا انا الزون من غش الله بوبرين هو وتر جبو دي الزعال سمينت منهم اللي كيسلم عندي بحريين نشتي سيدي بحريين هادي من عزل ما فيش سافر